بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، ونطالع فيها أهم ما تداولته الصحف العربية والمواقع الإخبارية. والبداية من جريمة تفجير عزاء الشهيد اللواء الركن عبد الرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة في مارب، والتي اهتمت بها المواقع الإخبارية ووفقا لموقع الموقع بوست. فقد أثارت الجريمة موجة ردود واسعة بين أوساط السياسيين والناشطين اليمنيين على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت عبوة ناسفة قد استهدفت يوم الجمعة مكان عزاء اللواء الشدادي، وأسفرت عن سقوط قتلى من الحاضرين 5، وفي العزاء بينهم سالم الشدادي الشقيق الأكبر للواء الشهيد. وأدان الناشطون والسياسيون الجريمة مستغربين الصمت المطبق من قبل الناشطين الذين يعرفون بالمحايدين تجاه تلك الجريمة. وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور عبد الملك المخلافي: جريمة تفجير عزاء الشهيد الشدادي بعد استهداف جنازته وما يجري في تعز يكشف بشاعة الميليشيا في استهداف المدنيين وإشعال الحرب والهروب من السلام. ووفقا لموقع يمن مونيتور، فإن الظروف الحالية التي وصلت البلاد إليها عبر بنادق ميليشيا الحوثي وصواريخ قوات المخلوع جعلت اليمن تدخل قائمة جياع الأرض العالمية. وقال الموقع: جاءت اليمن بالمرتبة السادسة في قائمة جياع الأرض كالبلد العربي الوحيد فيها، وخروج ليبيا وسوريا من هذا التصنيف. ويصدر التصنيف عن المعهد العالمي للبحث في السياسات الغذائية في التصنيف للدول التي تعاني المجاعة، الذي قال إنه بالمعدل الحالي ستستمر المجاعة في العالم إلى وقت طويل. وجاء في هذا التصنيف أن برامج الأمم المتحدة وأهدافها للقضاء على المجاعة في غضون 2030 لن تتحقق. وكشف التقرير أن المجاعة في العالم هي بالمعدل نفسه الذي كانت عليه في سنة 1992 أنه 2030 بحلول عام 2030 ستعاني حوالي 45 دولة من المجاعة، وعشر دول هي الأكثر تضررا من المجاعة. توجد اليمن في المرتبة السادسة بعد جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وزامبيا وهايتي ومدغشقر. الجمهورية أولا وأخيرا. تحت هذا العنوان كتب محمد صلاح مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال الكاتب في أجزاء من المقال: علينا أن نستعد لما هو قادم، وهو بالتأكيد سيكون مختلفا عما ألفته اليمن خلال 100 عام بل وأكثر. فنحن أمام سقوط مرحلة تاريخية، وتداعيات ارتطامها لم تتوقف حتى اللحظة منذ 5 سنوات عند حدود منطقة أو مناطق بذاتها، بل تجاوزتها إلى كافة أرجاء البلاد بصورة لم تشهدها اليمن من قبل، إذ هي تعكس حجم ما جرى من تغيير مس جوهر منظومة الحكم الذي أحدثته الثورة فبراير في البنية الاجتماعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية للسلطة. وإذا كانت ثورة سبتمبر قد أخرجت الحكم من يد الأئمة من آل حميد الدين الذين كانوا يستندون إلى ثقافة سياسية ظلت تغرس في الوعي الشعبي داخل مناطق اليمن الأعلى لمدة 1200 عام، وتمكن اليمنيون في شمال البلاد وجنوبها مجتمعين من تجاوزها بفضل تضحياتهم ونضالهم وإيمانهم بالتغيير رغم العوائق التي كانت تقف في طريقهم. واستطاعت ثورة أكتوبر من تفويض منظومة الحكم العشائري والمناطقي المستند على الاستعمار الأجنبي، وبذلك تخلص اليمنيون من المستبد الداخلي والمستعمر الخارجي. فإن ثورة فبراير تسير في طريقها نحو إعادة الاعتبار لليمن، وما زالت اليوم ثورة فبراير باعتبارها امتدادا لثورتي سبتمبر وأكتوبر تسير في طريقها لفك قبضة التحالفات الدينية والعسكرية المستندة على الفتوى الدينية وأوهام الإقطاعيات العشائرية المنقرضة المرتكزة على العصبية وقوات السلاح في الوثوب على السلطة والحكم. 26 من سبتمبر الذي أعلن فيه اليمنيون ميلاد النظام الجمهوري لن يخسر، لكنه لا يربح بالضربة القاضية.
هو يوم أبدي في حياة شعبنا المكافح، هو تاريخ لا يبلى وعنفوان لا يهزم، لأنه نسج على منوال الشخصية اليمنية، تلك التي لا تعرف الاستسلام والتي امتازت بالثبات والمثابرة، وإن سارت بخطوات بطيئة لكنها حتما تصل إلى هدفها مهما واجهت من صعوبات أو كابدت من عوائق. وإلى موقع المصدر أونلاين والذي تابع العديد من الموضوعات وعنوان إصابة 5 مدنيين في قصف ميليشيا الحوثي وصالح لمسجد غرب مدينة تعز، ومن تعز أيضا قتلى وجرحى من الحوثيين في هجمات وقصف للمقاومة وقوات الجيش بمدينة تعز. ومن العناوين مقتل مسلحين 2 من الحوثيين في هجومين منفصلين بمحافظتي الحديدة وحجة. وفي الشأن السياسي وزير الخارجية العماني يقول إن هناك خارطة طريق للأزمة اليمنية وتم الاتفاق عليها. تدور الأحداث وتطول المعارك وسياسة ميليشيا الحوثي في الحرب لا تتغير، وحسب موقع الاشتراكي فقد فجرت ميليشيات علي صالح والحوثي منزل أحد المواطنين في مديرية المتون بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد. مصادر محلية ذكرت للاشتراك نت إن الميليشيا فجرت منزل المواطن مسفر بالراسية الكائن في عزلة المتون غربية جبهة مزوية. وبحسب المصادر لم يخلف تفجير المنزل سقوط أي ضحايا، في حين أن مالك المنزل مغترب منذ سنين في دولة قطر. وفي السياق ذاته شهدت عدة جبهات بالمحافظة قصفا مدفعيا متبادلا بين قوات الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية وبين ميليشيات صالح والحوثي في مواقع مختلفة. المغامرون في باب المندب، تحت هذا العنوان كتب صادق ناشر مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال الكاتب لقيت التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة باب المندب وخليج عدن في البحر الأحمر الكثير من الاهتمام. الأحداث المتسارعة جاءت في وقت أعلن فيه الحوثيون أنهم استهدفوا سفينة إماراتية في وقت سابق من الأسبوع قبل الماضي، لكنهم نفوا لثلاث مرات متتالية استهدافهم للبارجة الأمريكية، بل إنهم عرضوا أن يكونوا طرفاً في أي لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات الحادثة. الحقيقة أن الحوثيين أرادوا بما جرى جس نبض الولايات المتحدة ورد فعلها حيال مهاجمة السفن الحربية وحتى الإنسانية في البحر الأحمر، وهي مغامرة غير محسوبة النتائج، إذ يريدون إظهار أن لديهم إمكانية إعادة خلط الأوراق في منطقة باب المندب وخليج عدن، وأنهم قادرون على استهداف أي سفينة تقترب من المياه الإقليمية اليمنية. مع ذلك فإن الوضع في البحر الأحمر وباب المندب لم يعد يحتمل أزمة جديدة، فالحوثيون رغم تفاخرهم باستهداف السفينة الإماراتية التي كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى مدينة عدن، سارعوا هذه المرة إلى النفي. خطوة الحوثيين والرئيس السابق في باب المندب وخليج عدن هدفها إشعال أزمة جديدة في المنطقة وإدخال الولايات المتحدة طرفاً في الأزمة اليمنية، ما يسمح بتدويل الأزمة ومنحها بعداً آخر يستدعي معها تدخل دول أخرى لخلط الأوراق. لا يدرك الحوثيون وصالح أنهم يلعبون بالنار في منطقة لم تعد تحتمل المزيد من المغامرات. لقد وصلت الرسالة الأمريكية إلى كل أطراف الأزمة التي تريد إقحام المنطقة بمزيد من الأزمات والمشاكل، ومفادها أن العبث بأمن البحر الأحمر خط أحمر لا ينبغي تجاوزه. موقع الصهاريج نيوز عنون في صفحته الرئيسية هل تضطر واشنطن لتورط مباشر في حرب اليمن؟ وقال الموقع استنادا إلى المادة التي نشرتها قناة دي دبليو إن الحرب في اليمن بدأت تتخذ منحا تصعيديا بشكل ملحوظ، بدأ مع اتهام الحوثيين باستهداف سفينة إماراتية في البحر الأحمر، ثم هجوم بغارات جوية على مجلس عزاء في العاصمة صنعاء، وهو الهجوم الذي لقي انتقادات دولية حادة وسبب إحراجا لواشنطن التي تدعم التحالف العربي لوجستيا.
ولم تكد تمضي بضعة أيام حتى قامت واشنطن للمرة الأولى بقصف مواقع للمتمردين الحوثيين في اليمن، ردا على استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال 4 أيام، مهددة بتوجيه ضربات جديدة إذا واصل الحوثيون هجماتهم ضد السفن الأمريكية. ويعتبر الهجوم على البرجة الأمريكية USS Mason الأحد ثم الأربعاء أول استهداف لسفينة أمريكية بصاروخ منذ عام 1987، عندما أطلقت طائرة حربية عراقية صاروخين على المدمرة USS Stark في الخليج، ما أدى إلى مقتل 37 بحارا أمريكيا. ويبدو الحل الوحيد لتخفيف هذا التصعيد الذي بدأ في منطقة تشهد بالأساس توترات طائفية هو ممارسة ضغوط أكبر على كل من الرياض وطهران وكل الأطراف المتدخلة في الحرب اليمنية للدخول في محادثات سلام في أقرب وقت. بحسب أنطونو كروكر الذي كتب على صحيفة ألمانية أنه من الممكن التعامل مع حرب أهلية، لكن إذا تطورت الحرب إلى حرب إقليمية فسيكون من الصعب إخمادها. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنطالع أهم ما نقلته الصحف العربية في الشأن اليمني، ابقوا معنا. نعود معكم مطالعة أهم ما تابعته الصحف العربية الصادرة اليوم، والبداية من صحيفة العرب الجديد والتي تابعت أيضا الانفجار الذي استهدف عزاء الشهيد الشدادي وعلقت 5 قتلى و20 جريح بانفجار استهدف عزاء في مارب، حيث ارتفع ضحايا تفجير استهدف مخيما للعزاء في محافظة مارب إلى 5 قتلى ونحو 20 جريح. وأوضحت مصادر محلية في محافظة مارب للعرب الجديد أن القتلى سقطوا جراء انفجار وقع في خيمة عزاء بمارب، حيث كان الحاضرون يشاركون بتقديم العزاء لأسرة قائد المنطقة العسكرية 3 السابق اللواء عبد الرب الشدادي. ووفقا للمصادر فإن من بين الضحايا سالم الشدادي الشقيق الأكبر لقائد المنطقة 6، وتتضارب الأنباء الأولية حول أسباب الانفجار، ففي حين تشير مصادر إلى استخدام عبوة ناسفة تتحدث أخرى عن انفجار قنبلتين يدويتين. وحول عيد 14 أكتوبر والاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية عنونت صحيفة الاتحاد الإماراتية عدن تحتفي بذكرى ثورة أكتوبر، وكانت مدينة عدن شهدت عددا من الفعاليات والمهرجانات الخطابية بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر، وذلك بمشاركة عشرات الآلاف الذين توافدوا إلى ساحة العروض في مديرية خور مكسر شرق المدينة. أجهزة الأمن في مدينة عدن دفعت بعدد من الوحدات الأمنية والعسكرية إلى مديرية خور مكسر وبعض الشوارع الرئيسية لتأمين الاحتفالات بذكرى ثورة أكتوبر. محور حلب صنعاء، تحت هذا العنوان كتب حسام كنفاني مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد، وقال الكاتب: قد يكون العنوان غريبا ولا يمت إلى واقع الحال بصلة، ولا سيما أن المدينتين حلب وصنعاء على طرفي نقيض سياسي في عالم عربي بات مقسما إلى محاور لا يجمع بينها شيء غير أن المنتمين إلى هذه المحاور وعوا السبت الماضي أو على الأقل انتبهوا قليلا إلى أن هناك جامعا أساسيا بينهم هو دم الأبرياء الذين يسقطون هنا وهناك ويشكلون وقود الحروب المستمرة على الأرض العربية. باسم مظلومية الأبرياء تستعر المعارك والتي لا يذهب ضحيتها إلا الأبرياء أنفسهم، وهو ما كانت ولا تزال محاولة التغاضي عنه تشكل جزءاً أساسياً من الاصطفافات الشعبية خلف هذا المحور أو ذاك. فبعد الغارة على دار العزاء في صنعاء والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين، خرج محسوبون على المحور الذي يقود الحرب على الحوثيين ليبرر أو ليلتمس الأعذار لمنفذيها، تارة بأنها كانت تضم قيادات حزبية حوثية، وطورا بأن الحرب تشهد عموما مثل هذه الأحداث. لا اختلاف مطلقا على الإدانة الواجبة بالطبع، غير أن المشكلة تكمن في كيل الجرائم بمكاييل متعددة،
وهذا الأمر ينطبق على الطرفين. ووفق هذا المعيار كان من المفترض النظر إلى ما حدث في صنعاء طالما أن الجامعة هو الدماء المدنية التي تسال على الأرض. التنديد في هذا المجال هو جزء من التصالح مع الذات وعدم التخندق بشكل أعمى خلف متاريس ومحاور عربية ودولية، ولا سيما أن عناوين الديمقراطية وحقوق الإنسان هي التي تحكم الاصطفاف في معركة ضد انقلاب الحوثيين وعلي عبد الله صالح في اليمن. وبالفعل كانت هناك أصوات ليست قليلة محسوبة بأنها داعمة للمعركة علت لانتقاد الجريمة وإدانتها. صحيفة الخليج عنونت في إحدى صفحاتها: الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تريد الانخراط في حرب جديدة في اليمن. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها لا تسعى إلى التدخل بشكل أكبر في الحرب اليمنية، وأكد مسؤولون عسكريون أن واشنطن تريد تجنب التورط في حرب أخرى. وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك: نحن لا نسعى إلى توزيع دورنا في النزاع في اليمن، موضحا أن القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع رادار تابعة للحوثيين هدفها فقط حماية قوتنا. وبحسب مسؤولين في البنتاغون فإن ضرب مواقع الرادار لا يقضي على تهديدات الحوثيين للسفن الأمريكية أو لسفن دول أخرى في البحر الأحمر. وقال أحدهم: يمكن تثبيت الرادارات بسرعة، لا أعتقد أن أحدا هنا يفكر أن التهديدات تم القضاء عليها. وإلى صحيفة الحياة والتي قالت عن موهبة يمنية في صفحتها الرئيسية: مصور فوتوغرافي يمني يطرق أبواب العالمية. وتقول الصحيفة: استطاع الشاب اليمني سالم سعيد باوزير الذي يدرس التصميم الجرافيك تطوير تجربته الفنية في التصوير الفوتوغرافي منطلقا من البيئة الغنية بالجمال الطبيعي والتراثي في مدينته المكلا بمحافظة حضرموت. تنقل الصحيفة عن باوزير قوله: إنه بدأ رحلة التصوير الفوتوغرافي من خلال هاتفه الجوال قبل أن يتمكن من شراء أول كاميرا احترافية عام 2012، وهو يعمل حاليا كمصمم هويات بصرية ومصور فوتوغرافي. واحتفت مجلة شوت ماجازين بأعمال باوزير، وهي مجلة عالمية مقرها البرتغال تهتم بأعمال المصورين الفوتوغرافيين. وعن سبب استضافتها أعماله يقول: اختارتني المجلة لأكون ضيف العدد 33، وأنا حتى اليوم أعتبر الضيف العربي الوحيد، وتم اختيار 9 من أعمالي لتعرض في المجلة. وكان محور الاستضافة يدور حول مشروعي الخاص الذي يحمل عنوان واقع نعيشه، وهو يجسد بعض المواقف الاجتماعية بطريقة فنية جديدة. وعن رحلته في عالم المسابقات والمشاركات الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي تقول الحياة: شارك في مجموعة من المسابقات والنشاطات مثل مسابقة شبكة بيهاينس التي فاز فيها بالمركز الأول، كما نشرت أعماله في مجلة ناشونال جيوغرافيك، وحصل على وسام ستيودنت شو في موقع بيهاينس التابع لشركة أدوب العالمية، وتحدثت عن أعماله أكثر من 10 مواقع عالمية. وإلى صحيفة الشرق الأوسط والتي قالت إن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع من دخول أراضيها مجموعة من الطلاب السعوديين لأن هواتفهم النقالة تحتوي على مقاطع تحريضية. وقالت الصحيفة إن المنع كان بسبب متابعة نشاطاتهم في الإنترنت ومراقبة تليفوناتهم الجوالة والعثور على صور وفيديوهات وإيميلات تدعو للعنف أو إباحية. وقالت الشرق الأوسط أنه جرى اعتقال طلاب كويتيين يدرسون في جامعات أمريكية بسبب اكتشاف محتويات غير قانونية في كمبيوتراتهم أو الهواتف الذكية. وفي الوقت نفسه حذرت السفارتان الأمريكيتان في كل من السعودية والكويت المسافرين من وضع مواد في كمبيوتراتهم أو تليفوناتهم ذات
طبيعة متطرفة أو لها صلة بمناطق الصراعات أو بجماعات إرهابية أو بالعنف بأي نوع من أنواعه. ولم تؤكد أي من السفرتين اعتقال طلاب معينين أو منع طلاب معينين أو معنيين من دخول الولايات المتحدة، وقالت إنهما لا تتحدثان عن حالات فردية، لكنهما أشارتا إلى أن أجهزة إلكترونية وتلفونات جوال يمكن أن تحتوي على صور أو مقاطع تتعلق بمناطق الصراع أو إباحية، وأن كل من يزور الولايات المتحدة مسؤول عما يحمل من أشياء شخصية، ويجب أن يتأكد من أنها لا تخرق القوانين الأمريكية. صحيح أنه زمن الحرب وعهد القوة، لكن هذا ليس مانعا من الحديث عن شتى مناحي الحياة وعن فنونها وموسيقاها. الكاتبة العربية المعروفة غادة السمان كتبت عن الجانب المهمل والممنوع في عالم اليوم، وقالت الكاتبة في صحيفة القدس تحت عنوان حذر ممن لا يحب الموسيقى: لم يدهشني تعذيب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على أنغام بيتهوفن، كما كتب إدوارد سعيد وذكر أن النازيين كانوا يقودون المعتقلين إلى الموت على وقع موسيقى فاغنر. تلعب الموسيقى دورا محوريا لدى بعض الأدباء حين يكتبون، وأنا منهم. ويوم كتبت قصائد أعلنت عليك الحب مرورا بالأبدية لحظة حب والقلب العاري عاشقا، كتبتها والموسيقى تدعمني وأختارها وفقا لموضوعي. قصائد رسائل الحنين إلى الياسمين مثلا كتبتها على عزف البيانو لشوبان، وبالذات في البولونيز وهي تلسم حنينه إلى وطنه الأصلي بولونيا، حيث طلب دفن قلبه هناك وجسده في باريس. ولا يمكنني كتابة قصيدة حب على وقع موسيقى سيبلوس مثلا، ولكن على ألحان موسيقى إليز للرائع بيتهوفن. وإذا كان الطب النفسي يستخدم الموسيقى لتحريك الرمال الراكدة، فهو ما أفعله حين أكتب. وأعتقد أن الذين لا تهزهم الموسيقى لهم أرواح بلا أوتار. الموسيقى كم بوسعها أن تكون أداة تعذيب، كما كتب نصير شمة نقلا عن إدوارد سعيد نقلا عن سجين سابق في زنزانة نازية إسرائيلية. نفتقر في عالمنا العربي إلى موسيقار شاب يعيش الهول التاريخي الذي نعيشه في غير قطر، ويمتصه في موسيقاه كالإسفنجة المسحورة، كما فعل ذات يوم بيتهوفن حين أعجب بنابليون وأهداه سيمفونية، ثم عاد وسحب الإهداء حين صار نابليون إمبراطورا يشبه من ثار عليهم. ولذا أعاد بيتهوفن تعميد تلك السيمفونية تحت اسمه سيمفونية البطولة. كم نفتقد مبدعا عربيا لا يقطع صلته بتراثنا الموسيقي الثري، لكنه يخلص لحقائق العصر ويخترع أسلوبه الجديد للتعبير عنه. جولتنا المصورة اليوم بين مجموعة من الصور التي وثقتها عدسة عبد الجبار زياد ونشرتها وكالة رويترز، وهي تدور حول الحياة في الريف اليمني الذي يحاول أن يتواءم مع صعوبة الحياة وقسوة الحرب ومحاولات الهروب المتكررة من دائرة الموت إلى الحياة. نتابع الصور.
بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة. نترككم في أمان الله ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير التي ركزت جميعها على التدخل الروسي في المنطقة. إلى اللقاء.